السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أش أخباركم؟ أتمنى يا رب هذا الفيديو تلقاكم في أتم الصحة والعافية. فيديو جديد هذا النهار هذا بإذن الله. كيف ما تتشوفوا معايا هذه الشجرة اللي في الجردة ديال التفاح، هي والأخرى غادي إن شاء الله اللي بقى نقطفوه مع بعضياتنا، حيث هذا فصل الخريف وقرب فصل الشتاء. دونك يبدا الجال في الصباح، هذا الوقت ديالو باش نزولوه من شجر، وغادي ان شاء الله نصايبو مع بعضياتنا واحد لا تارتو بوم طريه. دونك باذن الله من الشجره الفران طريه. نتمنى يا ربي تعجبكم لا فيديو، نكون خفيفه طريفه على قلوبكم، وما تنساوش ديروا لي ابوني ولا سبسكرايب وتفعلوا الجرس وتخليوا لي دي لايك دي كومونتير. جزاكم الله خيرا وهانتوما معايا.
قبل ما ندخلو نوجدو كي كتفاح مع بعضياتنا، نحاولو شوية نذكرو واحد المنافع ديال التفاح. هي على الأقل الواحد يأكل تفاحة في اليوم، حيت هي واحد المصدر رائع ديال الطاقة وفيه لي فيبغ، وتيمكن تساعد حتى على إبطاء الشيخوخة المبكرة وتتنظف الأسنان وتتمكن من المساعدة على محاربة السرطان. ومن بين الحويجات عاوتاني أنها تتخفض من الكوليسترول وتتمنع من إعتام عدسات العين إلى آخره. وهنا يا على بركة الله غادي نبدأ الكاتو ديالنا أو الكيك ديال التفاح، اللي غنحتاجو له جوج البيضات، معلقة صغيرة ديال الزيت دو سيترون أو قشور الحامض، كاس إلا ربع ديال السكر حبيبات. أنا هنايا غنستعمل البني، اللي ما عندوش يستعمل فقط سنيدة السكر الأبيض، نصف كأس ديال الزيت، نصف كأس ديال الحليب، وكاس وربع ديال الفورس أو لافارين، معلقة كبيرة ديال خميرة الحلويات أو البيكين باودر. وعندي هنا جوج تفاحات اللي غنقطعهم بهذه القطعة العجيبة وغادي تشوفوهم معايا. وللتزيين غنستعمل الكونفيتور ديال الفخيز مع قطع ديال الزبدة وواحد الساشي ديال السكر فاني ولا ألزا. مهم المرحلة الأولى هي أننا غادي ناخدو هاد التفاح وغادي نقطعو بهاد القطعة هادي على هاد الشكل. مهم تجي هكا، تنحيدو لها القلب ديالها، ومن بعد لا بقى شي حاجة تنقيوها. أنا غادي المهم بالنسبة لطارتو بوم كل واحد حر، كاين اللي تيبغي يخليها بالقشرة ديالها وكاين اللي تيزولها. انا ان شاء الله غادي نخليها بالقشرة ديالها، غادي فقط غير نقطعها القطع صغيرة. المهم من بعد ما قطعت التفاح ديالي بهاد القطعة هادي اللي فريمون تتنفع بزاف، بالنسبة للناس اللي كاينين هنايا راه تتبع غير في دولاراما، دونك قطعتو طريفات صغار شرائح رقيقة. ومن بعد غادي نزيد له واحد القطيرة ديال الحامض باش ما يكحلش. دونك على بركة الله غادي نديرو البيض، من بعد غادي نضيفو له السكر حبيبات، غادي نحرك واحد شوية. من بعد غادي نزيدو الزيت، اللي بغى يستعمل الباتور ولا مولينكس يستعملها. من بعد غادي نضيفو الحليب بارد، من بعد ما نحركوها مزيان غادي نضيفو ان شاء الله لافارين او الفورس، ونضيفو عليها خميرة الحلويات. Yeah.
بعد ما ضفت المعلقه ديال القشور الحامض وكملت التحراك، خديت الخليط ديالي صباح واجد، خديت المول اللي ديجا سبق لي ودهنته بشويه الزبده وشويه ديال لافارين، غادي نفرغ الخليط ومن بعد غادي ندوزو مع بعضياتنا باش نقادو هاد الشرائح ديال التفاح، وغادي تشوفوهم ان شاء الله كيفاش تيجيو. ومن بعد غادي نضيفوا له هذيك القطيعات ديال الزبده باش يعطي واحد لابريونس ولا لمعان، وغادي ندخلو الفران اللي ديجا سبق لي وسخنته على درجه حراره 180. غادي نخليه مده الطهي ديالو هي 45 دقيقه، ومن بعد غادي تشوفوا معايا الشكل النهائي ديالو. هنايا الكيك ديالي صباح واجد تيجي على هذا الشكل. من بعد ما خرجته من الفور انا تنخليه يتحمر شي شويه، دهنته بلا كونفيتور فريز ودرت له هذيك لاساشي ديال سكر فانيي او لا هذيك الالزا، ودرت له واحد شويه الكوك الوسط واحد البونبون روج، نضر بسيط وصافي. الاذواق تختلف في الديكوراسيون، اللي بغا يمكن لك تدهنيها ديري ليها الكوك في الواجهه كامله، او لا ديري اللوز رقائق اللوز، كل واحد حر في الصراحه. ونتمنى يا ربي تكون عجبتكم لا فيديو وكنت خفيفه ظريفه على قلوبكم. ما تنساونيش من لي كومونتير اي لي لايك. جزاكم الله خيرا، خليت لكم رحمه الله، والسلام عليكم.